ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 4-3-3 والتدريب التخصصي للـ4-3-3. 3 للأمام، 3 للخلف، كما في الشيء. قد يكون 10 للأمام والـ9 مع اللاعبين الوسط، أو بالعكس يكون 9 للأمام. وإحنا دائما نبدل مواقع اللاعبين 9 و10 في هذه الفعالية، بينما يثبت قيتي على نفس الأماكن. هذا تخصصي 100% للتشكيل 4-3-3. جاءنا طلب من أحد الأخوة اللي يلعب فريقه بـ4-3-3، قال هل أدرب نفس الفعاليات التي وضعت؟ يسألني أم هناك تخلى. تخصصي هو أن تأخذ أولا بالاعتبار المنطقة للتشكيل، تشكيل مالك 4-3-3، فتوزيع اللاعبين راح يختلف عن واحد تشكيله مثلا 4-2-1-3 أو 4-3 يعني 3 يختلف، أو 4-1-4-1، اختلاف بالتشكيل. اختلاف بالتشكيل يغير توزيع اللاعبين اللي تستخدمهم في التدريب التخصصي للفريق. فأنا الآن تدريبي التخصصي للـ4-3-3 واضح ومبين، عندي 3 خلف و3 للأمام اللي هو شكل الفريق في ساحة المنافس، وعندي 4 للخلف هم ذول الخط الدفاعي يسموه الفيكس ديفنس، فأني ألعب بهذا الشكل. فالتمرين بسيط جدا، شوي متغير أريد أشرحه، هو أن 8 يلعب إلى 11، 11 يلعب إلى 10، 10 الهابط هنا أنا. شوف يعيدها إلى 8، 8 يهاجم الكرة ويلعبها لمنطقة الجناح، المن ال 11، ما نريد غير هذا اللعب. بعدين تهاجم الكرة، تهاجم من قبل 8، شوف للعمود القريب، ومن قبل 10 حركته للوسط، ومن قبل 9 للعمود البعيد. فكل الحركات اللي تحمل الرقم 7، السبعة، لأن هاي ركضة وحدة وهذه 7، كلها تبدي من اللاعب رقم 8 يلعب كرة لمنطقة الجناح، ومن اللاعب 11 يهاجم الكرة، يجب ذول اللاعبين أن يهاجمون الكرة الـ3، 1-2-3، كل من يحتل منطقة عمود بعيد، هذا طبعا هذه منطقة وسط وهذا منطقة عمود قريب، فيكون التمرين ممتاز وجيد. خلصنا من هاي الشغلة، نحرك اللاعبين. 9 الآن يصبح هنا، 10 يجي هنا، وتبدأ الفعالية من 6 و7، يعني من الجهة المعاكسة. لكن اللي يبدلون مراكز هم 10 و9، 9 يصير هنا والـ10 يجي هنا وتنفذ الفعالية مرة ثانية. عدة تكرارات، يكون تطيط 12 دقيقة، أحسن ما يمكن إعطاء لتدريب التشكيل أو ما يعرف بالتدريب التخصصي للتشكيل 4-3-3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله على سيدي رسول الله الهادي الأمين، شفيعنا يوم الدين إن شاء الله. مع السلامة.